اليوم الحامل الكرة العاطفية لبرج السرطان، طبعا تنفع للشمسي والقمري والفينوس تبع الحب. طيب أنا اليوم رح نحكي عن مشاعر الحبيب وهو كيف شايفك وهلا بأي طاقة هو، ورح نشوف شو خطوته النووية من ناحيتك. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. لا تنسى يا جماعة الشير للأصدقاء بالفيديوهات تبعت قناتي، ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك. خلينا نبلش. انت دموم، انت عندك حيرة وعندك كتمان داخلك، انت كاتم اشي بداخلك، كاتم وجع، حزن، حاسس بألم، بغدر، في مرارة شيء داخلك انت حاسس فيه وكأنك تتألم لكن بصمت، بدون ما تبين لأي حدا شو مالك، أو احتمال إنك أنت تكون متباعد عن الجميع، مبتعد ومختفي يمكن عن هذا الشخص. أنت شايفه هو كمان متباعد، وأنت شايفه هو بحاول إنه يشفي نفسه من هاي العلاقة. أنت شايفه كأنه مستحيل إن هاي العلاقة تتم، لهيك انت زعلان وانت شايف انه هو تباعد، وفعلا تباعد عنك. طب خلينا نشوف الشخص هذا مشوش، لانه هو تقريبا في انفصال، ما هو بمر في انفصال. هذا الشخص هذا بيراقب فيك على فكرة، ومشوش جدا، وهو شايفك انه انت بتظهر اشياء هو مش فاهم اذا انت بتغني له او لا. كأنك انت بتنزل على السوشيال وهو بتفرج على مثلا البوستات اللي بتنزلها، لكنه عفوا هو مش فاهم انت اصلا شو بتعمل او شو بتنزل. هو مشوش، انت مشوشه انك انت فقدت المون، عندك غموض. هو بحاول يبحث عن شيء فيك يثبت انك انت لسه بتفكر فيه. هو حاسك انك انت زعلان وغضبان من هذا الشخص، وهو بيراقب فيك على فكرة. 7 of cups، شوف بس هو طاقة ترابية، احتمال انك تتعامل مع العذراء او الجدي او الثور. هو 7 of cups و 7 of pentacles على فكرة. الشخص هذا في حالة انتظار وحالة ترقب، بيراقب فيك الشخص هذا. هو حاسس انه انت ضعت من بين ايديه بصراحه يعني، وهو حاسس انك غامض، لكنك انت حاسس انه هو تباعد كمان. وهو يمكن انت شايف انه في حواليه ناس كتير، وهو بحاول انه يتباعد عنك بسبب مثلا عنده علاقات اخرى غيرك انت، احتمال علاقات بالعمل، علاقات بال يعني الطرف اللي بينكو، احتمال عمل، احتمال اسره. انت شايف انه في اشي غامض، انت نفسك شايف في اشي غامض، انت بدك تكشف حقيقه شيء مالك، انك شايف ان الاشي صعب بالنسبه لك انك تكشفه. يمكن انت بتحاول تكشف شعور هذا الشخص لكن مش قادر تكشفه. يمكن انت بتحاول تنزل بوستات حتى يطلع منه رده فعل، هو واقف صامت مش طالع منه ولا رده فعل، لأنه هو صابر، عنده صبر. طيب خليني أشوف الكروت الرومانس عشان الشخص هذا حاليا بمر في انفصال ما، زوبعة. الشخص إذا كان متزوج فهو بمر في انفصال في زواجه وإعادة حسابات كاملة في زواجه. إذا الشخص تركه بسبب علاقة أخرى فهو بنفصل عن العلاقة هاي. حاليا هو في انفصال. ميلاف، احتمال هذا الشخص يكون حب جديد، كراش للبعض منكم. احتمال للبعض منكم إنه يكون هذا الشخص انت حبيته من جديد، او اكتشفت في الابتعاد انك انت بتحبه، وانه مشاعرك بينت لما هذا الشخص تباعد عنك.
واحتمال البعض منكم هذا حب جديد بالنسبة لكم، كمان انكم تقابلتوا في محكمة، تقابلتوا في عمل، او انتوا بتشتغلوا مع بعض واكتشفت انك انت بتحب هذا الشخص. يمكن هذا الشخص حكى لك انه هو عماله بنفصل عن علاقة ما او في زواج. طيب هنا نشوف كمان لازم يصير في تسامح للبعض منكم، انه لازم يصير في تسامح عشان انت تقدر تطلع من طاقة المون، لانه انت شايف انه هذا الشخص لازم يعمل شفاء عشان يشفيك انت، او انه يعتذر لك عن موقف هو عمله فيك. اعتقد انه انت اكتشفت انك بتحب هذا الشخص، وقت استكشاف انت لكن بداخلك. الابراج المائية هي دائما شوي محيرة في... طيب خليني اخذ لكم كمان عشان نخلص الكروت النصيحة نتوجه للقراءة. الشخص اللي حاسس من ناحيتك ان انت اتطور، ان انت انفصلت عن هذا الشخص، نشوف ليش الاحساس ان من ناحيتك اتطور. هون بيحكوا لك اكسير السلالة، سلسلة اموات الاجداد، وهون بيحكوا لك شفاء وتجديد المستقبل. احتمال انت يا برج السرطان هم بيحكوا لك انه اكسر سلسلة الاجداد، احتمال انت تخافي عن هذا الشخص لانه في عندكم عادات تقاليد او مبادئ تختلف عن هذا الشخص، فاحتمال ان انت في عائلة ماشية على المبدأ على المبادئ والعادات والتقاليد، فانت مش قادر تكسر هاي الحواجز لانك خايف انك تطلع عن العادات والتقاليد. فهون بيحكوا لك اكسر هاي العادات والتقاليد وعادات الاجداد والقديمين، يمكن عندك عقول متحجرة نوعا ما ضد الحب مثلا، ضد الارتباط، ضد هاي الاشياء، وبقولوا لك بلش في الشفاء لان انت بحاجة لشفاء. انت زعلان، انت زعلان جدا يا برج السرطان، جدا جدا، وانت حس ان هذا الشخص بعيد يعني مش قادر تطوله. الشخص هذا افتقدك فجأة، يمكن انت انفصلت عنه فجأة، يعني مثلا صحى لقيك مش موجود. طبعا القراءة تقبل العكس، يعني قابلة للعكس. بيحكولك السلام، البيس، بيس comes from remember that only God is real. السلام يأتي من تذكر أن الحب فقط هو حقيقي، يعني إنه أنت تصدق إنه هو الحب حقيقة مش وهم. أنت يمكن شايف إن الحب كذبة أو وهم، بس هم بيقول لك لازم تتأكد سلامك الداخلي اللي أنت بتدور عليه، يمكن أنت قاعد بتدور على سلامك الداخلي، تتأكد إن الحب هو حقيقة مش أوهم. يمكن أنت حكيت لهذا الشخص إن الحب خداع، انت خدعتني وانا بطلت دائما في الحب وانت اغلقت نفسك نهائيا. الشخص هذا بمر حاليا في جاست مان. الشخص هذا في انفصال وفي كلام ثرثرة حواليه كتير هذا الشخص، بس خليني اشوف شنو هذا الانفصال اللي هو بمر فيه، لانه شكله انفصال عن شيء صعب، يعني بده كتير في جهد، فهو بجاهد في انفصال ما، يعني مكتين انفصال ومحاسبة يعني،
او احساس في طاقته انه هو انفصل عنك، وحس بصعوبة في الانفصال عنك. نفس الشيء الشخص هذا بينفصل عن علاقة كانت بيناتكم، طرف كان بيناتكم انفصل عنه هذا الشخص نهائيا. الطرف اللي دخل سبب انفصالكم هو انفصل عنه. طب خلينا نشوف بس. على فكرة الشخص هذا إذا كان داخل طرف بيناتكم هو حس إنه هذا الشخص هو كان يتلاعب فيه، عشان هيك قاعد بنفصل عنه. إذا تركك عشان شخص آخر، أو أنت تركته عشان حسيت إنه في طرف بيناتكم وأنت مش قادر مش مدرك الحقيقة، و مش فاهم إنه هو ليش دخل هذا الطرف بيناتكم، هو قاعد بنفصل عنه. هو أدرك إن هذا الشخص وضع علاقات، هو بنفصل عنه حاليا، وهو زعلان عليك جدا جدا وندمان عليك جدا جدا. بحس انه هو ضيع استقراره، وحاسس انه العدل انه يصير فيه هيك، لانه هو شكله ضرك وخلاك بحالة غموض مع نفسك حتى، او مع الحواليك، او مش فاهم نفسك، او مش فاهم الاشخاص الاخرين، ومش يعني مش مآمن في الحب، وعندك قيود حاسسها انه قيود أسرية مش قادر تكسرها، لانه مثلا ما شجعك انك تكسرها، لانه حسسك ان الحب كذبة وما فيش حب، مع انه هو احتمال انه انت اكتشفت الحب لما هو انفصل عنك، اكتشفت انك انت محبوب كمان، واحتمال انه انت بعد ما راح الشخص دخل شخص اخر لحياتك. فهون بيقولوا لك عشان انت تعرف انه في حب لازم يصير سلام يا ربي داخلك، لازم يصير تسامح وتؤمن في الحب. عشان انت تقدر تؤمن في الحب لازم تسامح، تنسى الماضي. فالشخص هذا ندمان عليك جدا ندم السنين، انه هو تركك عشان شخص هو لعب فيه كمان. وبتذكر انك انت كنت له بالنسبة له كحنان الاب، او كنت انت بالنسبة له المرشد لحياته. هون برج الحمل، برج الميزان، وبرج الجوزاء. برج الميزان احتمال انت بتتعامل مع فكرة مع برج الميزان. طيب الشخص هذا في طاقة ترى شو طاقة المحاسبة. الشخص هذا في ناس بتحاسبه وورع في شر أعماله. طيب وهون برج الحوت وبرج الدلو والعذراء. بس كمان الشخص هذا يمكن يحاول انه يستقر في حياته للبعض منكم وينسى الماضي في الماضي. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انك انت انفصلت عنه فجأة. انا حاسس انه انت فجأت في الانفصال، ما كانش متوقع انك انت انك تنفصل عنه، بسبب انا يعني بعطي اكبر احتمال بسبب دخول طرف بيناتكم، لانه الانفصال بسبب اللافرز مش بسبب الحب، انه رح تنفصل عن بعض. فانا بحكي انه هو حاسس انك انت انفصلت عنه بسبب اكتشفت انه مثلا انه بعلاقة، اكتشفت انه هو في علاقة اخرى غيرك، او انت اكتشفت ان هذا الشخص مش قادر يحارب العادات والتقاليد اللي هو فيها، وفضل العادات والتقاليد على حبكو. فهو شايف انه انتوا قررتوا الانفصال بقرار نفسكم منكم انتوا، يعني انتوا قررتوا تنفصلوا عن هذا الشخص، لانه هو شايف انه لانه شايف انك انت شفته في علاقه، يعني زي كانك مسكته بجرم المشهود. طيب خلينا نشوف ليش شايفك هو الطور.
وشافك انه اكتشفت انه انت انه هو الشخص هذا ارتبط وفضل المال وفضل الجمال وانجذب لشيء اخر غيرك. وكمان شاف انه هو دخل طرف بينكم، فشافك انك انت اكتشفت انه هو طرف، لحظة شوي، هو شافك انك انت شايف نفسك انك طرف ثالث بيناتهم، وانتو ما اتفقتوش انه في وجود هذا الطرف تضلوا مع بعض، فانت قررت انك تنفصل عنه فجأة. انت فاجأته في الانفصال وهو بعيد في حساباته، واذا كنتوا من فترة طويلة منفصلين في هذا الشخص بنفصل عن الطرف اللي دخل بيناتكم، او بحاول انه يتشافى، يمكن انت شافه انه هو بحاول انه يخرج عن شيء ما كان هو اللي مقيد علاقتكم مع بعض، بسبب ان اللافارز والتو اوف كابس والامبرس، بسبب دخول طرف، بسبب حب جديد دخل حياته لهذا الشخص انت انفصلت عنه، وشافك انك انت فتحت عينك لقيته او اكتشفت حقيقة انه هو مرتبط في علاقة اخرى، سواء زواج، خطوبة، او زوجة ورح تنجب طفل. ففي شيء انت فتحت عينك ولقيت نفسك انه انت طرف ثالث في هاي العلاقة. لفرز و تو اوف كابس معناته هو في علاقة، انت اكتشفت انه هو في علاقة، هو شافك انك انت اكتشفته انه هو في علاقة، وشفت نفسك انه انت دخلت يعني حشرت حالك بينهم، بس انت ما كنتش مدرك انه هو كان في علاقة، او حتى لو كنت مدرك هو فضل العلاقة التانية مش انت. انا شايف انه في علاقة ثلاثية هاي. طب هو كيف شايفك؟ شايف شخصيتك. برج العذراء كمان طلع معنا عشان اكون ذكرت كل الابراج. احتمال انه النيو لاف انه يكون هو اللي دخل علاقة جديدة، عشان هيك انت انفصلت عنه، دخل طرف اخر، احتمال كبير وارد. وانت زي طلعته برا حياتك وقلت له انا بأمنش في الحب، انت بتأمنش في الحب صرت، لانه هو خانك، دخل طرف منك، وانا حاسه انه في خيانه في العلاقه، وانت قررت انك تنفصل عنه، او اذا كان هو متزوج هو فضل علاقته الاسريه. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انت كنت كتير كتير طيب معايا، كنت معطاء، لانه هو هون برضه كان حاسس انه خسرك، كأنك كنت تحتويه كالأسرة، كأنك محتويه كأنك أسرته، كأنك أب أو أم له، مش بس حب، كأنك انت كنت تدله على مسار حياته، فهمه بين الخطأ والصح، أو تدله دائما على الصواب، كنت معطاء معايا لدرجة كتير، كنت تعطيه أكتر من هو كان يعطيك، وكنت أنت متوازن في العطاء، هو ما كانش متوازن معاك، هو كان ياخد منك ويروح ينظر لشيء تاني أو لطرف آخر، فهو شايفك إنك أنت اللي كنت تعطيه وتسد حاجته، حاجته كانت سواء للعاطفة، للمشاعر، للمال، يمكن أنت كنت معطاء معاه أو دخلت مشروع وكنت أنت داعم كبير بالنسبة له. كمان يكون بين كان مشروع